أهلنا أحبتنا أهالي الأسرى ومبعدين الكرام، إننا اليوم وفي هذه الأوقات المجيدة، أوقات الأعياد، وإذ نستقبل هذا العام الجديد، نستقبله بالمطالبة باسترداد جثامين شهدائنا الأبطال الذين ارتقوا دفاعا عن هذا الوطن. نحن هنا جئنا لنقول بأن بالمطالبة باسترداد جثامين الشهداء من أجل أن تتحقق أمنيات أمهات شهدائنا الفلسطينيات. باتت أمنيات أمهات الشهداء فقط أن يتم استرداد جثمان أبنائها، أن يتم دفنهم بحرية وكرامة، أن يكون هناك بإمكانهم الذهاب لزيارة أبنائهم وقراءة الفاتحة. هذا ما تقوله أمهات الشهداء دائما. Let's go.